يعني تنبأت بحاجات كتير قبل المباراة، معظمها حدث الشوط الثاني كمان بدخول سيمبا في أجواء المباراة، فرضها السيطرة في بعض الفترات لدرجة يعني كلنا تخوفنا بعد الهدف الأولاني، وحصل ارتباك بعض الشيء، ولكن الحمد لله رب العالمين في النهاية تأهل النادي الأهلي. لا ألف مبروك. وكرة هي كرة كده، وخاصة في البطولات اللي هي نوك أوت يعني خروج المغلوبة، بيبقى في طبيعة أداء. في المباراة الأولى أنت كان ليك الحظ وطلعت بنتيجة إيجابية 2-2، دي تخليك هنا في مصر تلعب بهدوء، تلعب بأداء على قد الفريق اللي قدامك وإمكانياته، تقدر تخترق الفريق ده وتحرز هدف، ولكن لم يحدث في الشوط الأول. مش هنقول لم يحدث لأنك أنت ما رحتش على الجول أو ما نفذتش، لا، أنت لو تلاحظ حاجة أيمن، الهجمة الوحيدة المنظمة اللي أنت لعبتها هي الهدف اللي جت. الفكر والتركيز في تنفيذ الهجمة بعد ما دخل فيك الجون، فلعبت كرة زي دي ولعبت برا، وكانت الرؤية سليمة وتحرك كهرباء أسلم والتنفيذ كله. طب ليه أنت في جميع الكرات اللي جات لك في الشوط الأولاني، اللي هو برضو نفس الشوط الأولاني اللي احنا لعبنا هناك، أنت الشوط الأولاني اللي لعبته هناك على أرضهم كنت ممكن تكسب 3-4، صح؟ هو ده نفس الشكل لارتخاء الدفاع بتاعهم، ما عندهمش الوقفه المظبوطه. ولكن التوقعات ايه هي؟ انا بحط نفسي مكان المدرب التنزاني، انا ما عنديش حاجه ابكي، لازم احرز في النادي الاهلي هدف، وليه لا؟ ما انا احرزت هدفين هناك، يعني ايه الصعوبه عندي ان انا اخترق مع الجمال والجو بتاع استاد القاهره والملعب اللي احسن من ملعبهم مليون مره، وعندهم سرعات وحاله بدنيه تقدر تاهلهم لكده. في حاله لو انت في اوف داي، لو انت مش شايف، لو انا مش شايف، انا عنديش تنظيم، انا ما عنديش سببه النتيجه اللي هناك. انا لعيب كره وفاهم، انت كسبان هناك 2-2، زي ما جبنا الجون الاولاني هناك، انا قلت لك الخطوره هنا، جبت الجون هنا واستهانت بيهم، دخل فيك جونين على طول. وعلى فكره بعد الجون اللي جه فينا احنا كان هيخش فينا الجون الثاني، حصل ارتباك فعلا، ارتباك واهتزاز، قلت لك في الناس وواقفه كله بيعتمد على بعضه ومش مصدقين. عدم مصداقيه. احنا ممكن نخرج من في المباراه دي واحنا عاملين النتيجه دي هناك؟ ممكن، كل شيء في الكوره ممكن. ليه؟ في فرقه ثانيه بتطلع كل امكانياتها، بتتحرك بكل قوتها، بيحاربوا على كل كوره زي ما قال ماهر، بيكافحوا، بيعملوا اي حاجه توصلك، وانت مش مصدق الوضع والوقت بيسرقك، لم تحرز الهدف الامان بالنسبه لك، ولكن احرز فيك الهدف اللي هو يقلقك ويخليك. ولكن احنا قاعدين كلنا قلنا لا، احنا هنجيب جول. أيوة. ليه؟ حاله سيمبا ما تخوفكش ان هم هاجمين على طول وعايزين يامنوا بالجول الثاني كمان، ففتحين لك الملعب. انت ما عليك انك تعمل اللي عملته في الهدف اللي انت جبته. في حاجات بقى على بعض اللعيبه بتضيع مجهود الفرقه. يعني انا واحد زي بيرت ستاو ده، لازم انت لعيب محترف في بلاد انجلترا وفي حكايه تانية، ده انت لازم يكون عندك الحلول هنا، مش علي معلول هو اللي هيبقى عنده الحلول. انت اللي يبقى عندك الحلول، انت اللي فري، انت اللي بتلعب على ديفنس مش قادر يقف، انت اللي عندك جميع الامكانيات والمهارات انك انت تخليني في حته تانية، انت اللي عندك الرؤيه ان كل الناس عارفه انك هترقص باصي وخد 1-2، اعمل حاجات كتير قوي. دنيا تانية، مش فارق معاه يضيع ما يضيع، كرة جاله بالعرض هو جون، لازم يتعامل معاها احسن من كده، التركيز احسن من كده. ده احنا كنا عايزين نشم بس الكرة تعدي، اذا كان بالراس او بالرجل او باي حاجة، لان احنا مركزين عايزين نجيب الهدف اللي هو الطبيعي بالنسبة للنادي بتاعنا وسمعته. والاول في افريقيا الناس جاية بتقولك طول الافصام الاولاني انت هتجيب الجون فينا امتى، والكلام ده من هناك مش من هنا بس، لان عارفين سمعتك واسماءك والامكانيات والفرديات اعلى بكتير قوي. حاجه النقطه عشان الناس تفهم برضو، عندك غيابات برضو 2 لعيبه، انا علامه استفهام بالنسبه لي، الا اذا لم يكتمل شفاء اول واحد والتاني اكيد في حاجه او بيريحه او عايزه في المباراه اللي جايه، او هو واثق جدا انه كان هيكسب النهارده المكسب اللي هو عايزه اللي كان بيتمناه هناك، اللي هو خارج من هناك مش مبسوط كمدير فني، فقالك طب على ارضي انا هعوض كل اللي حصل فيا الشوط الثاني هناك، فلا انا على ارضي انا من الشوط الاولاني هخلص الحكايه كلها. فكان في عندك لغه نقل الكوره
بالنسبه لللاين فيرويد او من نص الملعب بتاعك انك انت بتاخد الكره الثانيه. مظبوط. ليه انا ما خدتش الكره الثانيه؟ لان قفشه النهارده مش ديفندر، فهو بيحسب على كهربا في حاله لما بيكون الكره قدام، هو بيدي الكره لقدام، او كان كل شغل النادي الاهلي في اول شوط هو قفشه. قفشه اللي بيشوط، قفشه اللي بيمرر، قفشه اللي بيعمل كل حاجه. قفشه مش هيبقى استك، مش هيبقى رايح جاي. كان لازم مستر كولر، وكلنا قلنا وما نعرفش ليه ايه السبب انه لم يحدث اي تغيير، وهم يعني هم اللي عاملين الضغط علينا. انا قلت لك دول هيضغطوا عليك، ما عندهمش حاجه يبكوا عليها، هيضغطوا عليك وهيحاولوا يعملوا اي حاجه. ما فيش، انت اللي عندك الحل، انت اللي معاك المفتاح. هدف في الثاني، في الثالث، في الرابع، خلاص انتوا ضيوف عندي ونورتوني. مش اللي حصل ده في فيطلع مستر كولر النهارده يدينا تحليل لعدم وجود صلاح محسن، اداو كريستو، امام عاشور، رضا، سليم. دي لعيبه مؤثره وتقدر تغير لك نتيجه. بنديله فريش، انت كنت عايز واحد في نص الملعب فريش كويس، وواحد مهاجم فريش يترجم ايه؟ اذا كان محمد هاني هيطلع من اليمين، اذا كان معلول عايز يوصل ويعمل عرضيه، تلعب باتنين راس حربه في وقت زي ده. يعني استغربت انك هتطلع مهاجم بمهاجم. ايوه قبل الجون. أيوه. فاكر ولا؟ اي فاكر. هيطلع كهربا، هينزل مودت. ازاي ده؟ ده انا في لحظه انا متاخر بهدف، واطلع لعيب واحط لعيب تاني عشان اعمل ايه؟ ده انا عايز سبورت اللي موجود في الملعب. هنتكلم في موضوع التغييرات عموما يعني. خلينا نتكلم بس في حته كهربا ده. أيوه. كهربا لما الدنيا بتتاخر والكلام من ده، بدل ما خرجه ها مع فرقه يعني مش مهدداني في اي حاجه غير بختك ابو بخيت، عشوائيه. بلال قال لك قلنا دي فرقه يا بلال عشوائيه. الكره جت معاهم وخبطوا وطلعوا معاك بالدماغ وضربوك، والكره جت معاهم وخبطت، بيبقى لهم خطوره. انما غير كده مفيش اي حاجه. حتى الجون اللي جابوه فينا فاول. ايوه يعني لما نشوف الكابتن ناصر عامل محمد هاني إيه؟ فمحمد هاني ده راجل واخده في وشه ومنيمه في الارض وضربه. هي دي اسلوب لعبهم، وهمشي معاهم والحكم اداهم الكره وجت فيه الجول. فالناحيه اللي احنا بنتكلم فيها لابد ان يكون عندنا ثقافه التعامل مع الفرق. هتقابل سان داونز كويس زي ما قال لك ماهر، حلو قوي ان النهارده طلع كل ده بشكله كده، انما انت هيكون هناك ليك وقفه تانية، ليك انياب تانية، ليك امكانيات تانية، وتقدر تخلص زي ما خلصت مع سيمبا. هو لا، هم اقوى من سيمبا كويس، ولكن انت تقدر تهزهم هناك، ودايما بتنجح انت انك انت بتجيب فيهم جول واثنين. واعتقد لو جبت فيهم جول هناك تبقى الحكايه باذن الله. ان شاء الله. كابتن عادل، ألف مبروك.